حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة تشرين والتي عنونت الخارجية: تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول سوريا منفصلة عن الواقع. وجاء فيها أيضا: أهالي إدلب ينددون بمنع التنظيمات الإرهابية الطلاب من الوصول إلى ممر ترنب سراقب لتقديم امتحاناتهم. ولا ننتقل لصحيفة الثورة المحلية أيضا لنقرأ: مصدر دبلوماسي في موسكو يؤكد وجود تعاون وثيق ومباشر بين الاستخبارات البريطانية وتنظيم جبهة النصرة الإرهابية. وعنونت أيضا: مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول إقامة سدود جديدة على نهر النيل. ولا ننتقل للصحافة العربية لنقرأ ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية: البنك الدولي لبنان يغرق على يد مصرفي لبنان، ونتنياهو لا يستسلم، استماتة في عرقلة التغيير. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The Washington Post والتي عنونت: اتصالات بين البنتاغون والبيت الأبيض للرد على استهداف قاعدة في مطار أربيل. أما صحيفة The Times فكتبت: بريطانيا تتخلى عن خطط استخدام جواز كورونا في الفعاليات الداخلية. وبالانتقال إلى صحيفة فرانكفورتر الجماين: الخلافات تسيطر على ائتلاف ميركل مع قرب الانتخابات في ألمانيا. وأخيرا مع صحيفة لوموند: فرنسا قلقة من التقارير عن تعاون بين الدنمارك والولايات المتحدة للتجسس على ساسة أوروبيين. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة آس الإسبانية والتي عنونت: برشلونة يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني أغويرو. وبرسالة مطولة زيدان ينهي صمته ويوضح أسباب مغادرته ريال مدريد. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريريو ديلو سبورت: لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، ودوناروما أفضل حارس في الدوري الإيطالي للموسم المنصرم. ويبدأ العمل عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: انتهت جولة كبيرة من جولات المواجهة المستمرة في الحرب المقدسة ضد قوى العدوان، وثبتت حقيقة معروفة للقاسي والداني بأن لهذا الشعب عزيمة لا تلين وإرادة لا تقهر، وأن سنوات الحصار والعدوان المترافقة مع التهديدات الخارجية لا تغير من طبيعة وجوهر الصراع شيئا، فالمقاومون السوريون ما زالوا عند موقفهم وهم متمسكون بحقهم، ولا تخدعهم الأبواق الدعاية ولا أكاذيب الإعلام ولا الروايات الملفقة أبدا، فهم جموع المواطنين داخل سوريا وخارجها يتسابقون ليثبتوا للعالم أنهم متمسكون بوحدة دولتهم، ولا يريدون لمؤسساتها الحكومية أن تتعطل أو تفشل في القيام بواجباتها ومهماتها في أيام الحرب. وتابع المقال: لقد جاءت الرسالة التي وجهها السيد الرئيس لشكر الشعب السوري واضحة في التأكيد على الدخول في مرحلة العمل الفعلي لتجاوز آثار العدوان، تحقيقا لشعار الحملة الانتخابية التي دخلها الأمل بالعمل في وقت يدرك فيه السوريون أنهم وحدهم من يعطون الشرعية للحكم. إنه وقت العمل لتعزيز بناء الداخل واختيار قيادات أكثر فاعلية وقدرة على اجتراح حلول لمواجهة التحديات الصعبة الناجمة عن الحصار والعقوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفرضها قوى الغرب الاستعماري ظلما في محاولات لإضعاف موقف المواطنين، باعتبار أن الدول لا تهزم إلا إذا هزم مواطنها، وهذا أمر بعيد كل البعد عن الحصول.
والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية نقلا عن مصادر تحدثت أن زعيم المعارضة الصهيونية إير لابيد قدم خطة وعرضا لتقاسم السلطة مع زعيم حزب يمين نفتالي بنيت، حيث يتقاسمون منصب رئيس الوزراء ويقضون عامين في كل فترة مدتها 4 سنوات. ويخدم بنيت حتى أيلول 2023، وبعد ذلك سيتولى لابيد المهمة حتى تنتهي المدة في نوفمبر 2025. وبحسب ما ورد، أبلغ بنيت لابيد بقراره، حيث يتنافس الأخير على تشكيل حكومة ائتلافية بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القيام بذلك. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان بشرى لمرضى السكري، هذا المشروب يحقق فوائد كثيرة. وفي التفاصيل، أثبتت دراسات حديثة أن مشروب الحلبة يساعد مرضى السكري في الكثير من المشاكل التي يواجهونها. وبحسب الدراسة، فإن بذور وأوراق وجذور الحلبة يتم استخدامها كتوابل من قبل البعض، وهي واحدة من أقدم النباتات المستخدمة طبيا. وعن فوائدها لمرضى السكري، فإن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت وجود خصائص لأربعة مركبات في الحلبة مضادة لمرض السكري، حيث تقلل امتصاص الجلوكوز المعوي وتؤخر إفراغ المعدة وتحسن حساسية الأنسولين وعمله وتقلل تركيزات البروتين الرابط للدهون. سقوط مرعب لحبيبين من الطابق الثاني، تشاجرا بالشرفة فسقطت بهما. نتابع هذا العنوان في فقرة الصفحة الأخيرة. أظهر مقطع فيديو قصير صوراً نشرت حادثة مروعة وغريبة لثنائي روسي وهما يسقطان من شرفة شقتهما بالطابق الثاني. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط أحد المرة مقطع فيديو للحادثة يمتد لسبع ثوان، يسجل لحظة وقوع الثنائي بشكل غريب وتحطيمهما سور شرفة منزلهما في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا. وقال أحد الشهود إن الثنائي كان يتشاجران في شرفة المنزل في 10 صباحا بينما كان يصور الشارع الأثري خلال مروره، حينما لفت نظره مشاجرة الثنائي فبدأ في تسجيل هذه اللحظة ليفاجأ بمنظر سقوطهما من الشرفة. وتابع إن أحد المرة كان ذو خبرة طبية وتأكد من وجود نبض بعد سقوطهما وأنهما على قيد الحياة قبل أن تصل سيارة الإسعاف. وأكدت السلطات المحلية أن الثنائي بخير ويعانيان فقط من بعض الكسور الطفيفة في أنحاء متفرقة. والآن مشاهدينا مع ريشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. إلى اللقاء.